حفظنا الدرس جيداً مذ كنا على مقاعد الدراسة، وتحديداً في الصفوف الأساسية تعرفنا على شروط الترشح للانتخابات النيابية، ومنها ألا يكون بحق المرشح جنحة أو جناية ووارد اسمه على لوائح الشطب، إلا أن أبرز هذه الشروط أن يكون المرشح لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات. في هذه الانتخابات الاستثنائية في ظروفها الحياتية والاقتصادية يتكون مشهد جديد يتعلق بنوعية المرشحين، حيث شهد باب الترشح طفرة من المرشحين المجنسين الذين مر على حصولهم على الجنسية اللبنانية أكثر من 10 سنوات. سيطلعكم هذا التقرير وفق الدوائر والمحافظات وبالأسماء على لبنانيين ليس فقط منذ أكثر من 10 سنوات، بل لبنانيين منذ 28 عاماً، أي تجنسوا بفعل مرسوم حكومي في العام 1994 وقرروا أن يمارسوا حقهم كما كرسه لهم الدستور في الترشح ودخول الندوة البرلمانية كأي لبناني تمتد جذوره في هذه الأرض. لنبدأ أولاً في محافظة بيروت. جاك جاندو المرشح عن المقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى على لائحة التغييريين بيروت مدينته، ولد عام 1986 في الحسكة في سوريا وسجل لبنانياً في سد البشرية. شمعون شمعون المرشح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى على لائحة التيار الوطني الحر كنا ورح نبقى لبيروت، ولد عام 1962 خارج لبنان وسجل لبنانياً في الأشرفية. توما مراد ولد عام 1979 في الحسكة في سوريا وسجل لبنانياً في سد البشرية، لم يستمر في خوضه المعركة الانتخابية لأنه لم ينضم إلى لائحة كما يفرض القانون الانتخابي المعتمد. وليد أبو نصار ولد عام 1957 وسجل لبنانياً في منطقة المزرعة، سقط ترشيحه بسبب عدم تشكيل لائحة. إدمون بولوس قبطي ولد عام 1965 وسجل لبنانياً في الدكويني، سقط ترشيحه بسبب عدم تشكيل لائحة. لنتابع، إليكم أسماء المرشحين المجنسين في محافظة طرابلس وعكار. صالح الديب المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس على لائحة المجتمع المدني الاستقرار والإنماء، ولد عام 1975 في بيت قارين في سوريا وسجل لبنانياً في الإبة. حافظ ديب ولد عام 1972 وسجل لبنانياً في التبينة، سقط ترشيحه بسبب عدم تشكيل لائحة. جنادة الهيفي ولد عام 1968 في سوريا وسجل لبنانياً في التبينة، سقط ترشيحه بسبب عدم تشكيل لائحة. نزار إبراهيم مرشح عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى على لائحة القوات اللبنانية وخالد الظاهر عكار تنتفض، ولد عام 1968 وسجل لبنانياً في التبينة. ليندا جحجاح ولدت في سوريا ومجنسة بفعل زواجها من حسين سلوم، سقط ترشيحها لأنها لم تنجح في تشكيل لائحة. أحمد عيسى ولد في سوريا عام 1985 وسجل لبنانياً وسقط ترشيحه بسبب عدم تشكيل لائحة. هشام إبراهيم مرشح عن المقعد العلوي عن دائرة الشمال الثانية طرابلس على لائحة التغييريين فجر التغيير، ولد عام 1976 وسجل لبنانياً في التبينة. عمار أحمد ولد عام 1973 وسجل لبنانياً في عكار، سقط ترشيحه بسبب عدم تشكيل لائحة. لننتقل الآن إلى محافظة جبل لبنان. ريكاردو مالاكيان المرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكس على لائحة التيار الوطني الحر كنا ورح نبقى للمتن، ولد عام 1995 في المدور حيث نقل له أهله الجنسية اللبنانية التي حصلوا عليها عام 1994. شانت سرافيان المرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في المتن على لائحة قوى التغيير متنيون سياديون، ولد عام 1992 وسجل لبنانياً في برج حمود. عرض لكم التقرير أسماء اللبنانيين المجنسين والذين قرروا ممارسة العمل التشريعي في لبنان وتفعيل هذا الحق المكرس لهم. ما يدفعنا أن نسأل هنا، هل يستطيع المجنسون إحداث تغيير في الواقع اللبناني بعد أن عجز نواب العرق الفينيقة عن تأسيس الدولة اللبنانية؟ شاركونا في التعليقات.